اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. خليها سمك النهارده، ولكن السمك معانا له طعم تاني وشكل تاني وفكر تاني في الطهي. معانا سمكه البغبغاء، دي من فصيله الناجل والمرجان، بس لونها يميل للخضار شويه ولونها حلو ملفت للانظار على الشاشه قدام حضراتكم. هنشوف نعملها النهارده مع بعض ازاي، زيت وليمون، طريقه عمل السمك البوري لما نعمله زيت وليمون، ده اشهر طبعا طريقه لعمل الزيت وليمون. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، محشيه خضار مع توم مع فليفر مع توابل لطيفه وجميله. معانا النهارده سمك جزل، الجزل اللي معانا جزل قاروص، هنعملها طاجن بالبرغل. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، او الفريك، انا اسف، معانا فريك، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. والفريك بيحب الشريك يا شفيق، الفريك مع الحمام له طعم تاني، ولكن مع السمك بالتاكيد مدرسه تانية. معانا كابوريا، وأز كابوريا هنعملها النهاردة مسلوقة. البعض بيقول لك الكابوريا المسلوقة بنشرب شربتها ونشم ريحة اليود في طعم الكابوريا بالتأكيد، ولكن نسلق الكابوريا ازاي ونحصل على الفليفر الحلو ازاي، أكيد دي مدرسة تانية. هنخش في تفاصيل أكلة سمك النهاردة، وخليها سمك النهاردة بطعم تاني وشكل تاني وفكر طهوي تاني. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل أكلة سمك النهارده وخليها سمك النهارده، ده مصطلح جميل جدا. أول حاجة هعملها سمكة البغبغاء، مقاديرها على الشاشة بسيطة وسهلة. معانا سمكة فصيلة المرجان، فصيلة الناجل من نفس النوعية، السمكة لونها لون اللحم بتاعها بيكون يميل للحمار، ولكن هي من الخارج لونها يميل للخضار. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالتوابل بتاعتنا وزيت وليمون، بتاخد زبده عشان تبقى السمكه لطيفه واللحم بتاعها لطيف. هي التوابل مفيش كتيره قوي، لان سمك البحر الاحمر مش بيحتاج لتوابل كتيره، لان الطعم مش محتاجين نتكلم عنه. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. اول حاجه معايا صينيه شديده الحراره في الفرن، هطلعها. دي مهمه جدا، لازم الصينيه معايا تكون سخنه. بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. اهي نحطها هنا ونوسع لها كده بالشكل ده كده. حلو قوي. ناخد السمكه اللطيفه دي نتبلها زي الفل. تعالي يا حلوه، بسم الله الرحمن الرحيم. تبص عليها كده مخرجنا الجميل، شفت السمكه بتتنضف بطنها، ونشيل الصدفه بتاعتها او القشره بتاعتها، لان طبعا القشره بتاعتها بتبقى قاسيه شويه، وكل ما كبرت السمكه كل ما كبرت السمكه بتبقى الصدف بتاعتها سميكه جدا. فخلي بالك دي لو جت في الاكل ممكن تعمل لنا مشكله، ممكن تعمل لنا مشكله. زي الفل، دي اهي دي ما زي الفل، ما فيش غيرها. هناخد الكرفس ده نحطه فيها حبيب قلبي، هناخد الكرفس ده كده فيها بالشكل ده كده، احشيه بطنها من جوه كرفس. ادي الكرفس معانا مع قرن فلفل حار. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. ونقطع ده كده. الكرفس ملك السمك، كرفس يحب السمك والسمك يحب الكرفس. قرن الفلفل الحار ده كده. الحشوه دي هنعملها طبعا بداخل السمكه عشان نتيجه البخار اللي هيطلع من الخضار ده بالتأكيد هيخش في لحم السمك. بسم الله الرحمن. ده كرفس اهوت زي الفل مع فلفل. المطبخ ده بتاع السمك بالذات لما تخش تعمل اكل السمك مش محتاج وش كتير، محتاج ان داخل المطبخ عارفه هتعمل ايه. دي بصله ناعمه، فص توم ناعم، الله عليك يا عم الشيف، مكعب من الزبده بداخل الخلطه دي، ده الجديد اهو، عود روزماري حلو، كل ده في قلب الخلطة، حاجة لطيفة كده جميلة زي الفل، هيبقى الطعم بالتأكيد مختلف. معانا من المستردة قليل،
شوفوا بس انا هعمل ايه دلوقتي، وركزي معايا في الموضوع ده. شويه كزبره خضراء لطيف قوي، هنحط على دول شويه عصير ليمون، اللهم صل على النبي اهو بالكثافه دي، معانا زيت زيتون بالكثافه دي عشان اعمل فليفر. الفليفر ده باخد نتيجته واخد العصاره بتاعه الليفر ده او الفليفر ده سوري، هنشرب بيها السمك ده زيت زيتون مع عصير ليمون. هننزل بالتوابل الحلوه دي كده، توابلنا بابريكا، شويه كمون، ملح وفلفل. حلو قوي، ادي الفلفل وادي الملح. تمام يا عم الشيف، هنقلب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، وانا بقلبه كده قلبه شويه محترمين، يقوم نتيجه تقطيع الكرفس مع الكزبره مع الفلفل مع الزبده مع عصير الليمون مع التوابل الحلوه، في الاخر هحصل على عصاره لطيفه وجميله. العصاره دي اللي هنشرب بيها السمكه وهي طالعه من الفرن سخنه. شفت المدرسه الطهويه بقى؟ اهو تاني اهو، امسك العصاره دي كده اهو بالشكل ده كده اهو. ركزي عشان هنا في مدرسه طهويه احنا محتاجين ندرسها كويس. انا حطيت الكرفس مع فلفل مع بصل مع ثوم مع زيت زيتون مع عصير ليمون، كل ده مع بعضه، ملح وفلفل وبابريكا وشويه كمون. شفت العصاره اللي معايا دي كده؟ اهي دي يا ريس، اهي بص على مخرجنا الجميل حبيب قلبي، اه اه العصاره دي انا عايز اخد الحشوه دي كده بايديا وادخلها جوه بطن السمكه. الله واخد شويه كمان جوه بطن السمكه كده، السمكه شخصيتها وبطنها اتملت خضار بالشكل ده كده. عينيا حال اهو زي الفل. اشيل دي من هنا خالص اهو يا حبيب قلبي. طب هشتغل عليه. طيب اهو طيب حاضر عيني اغير لك البلانشه بيضة حابب كده. حاضر حاضر تمام زي الفل. نشيل ده كده من هنا، ورجن الجميل مش عايز اللون الازرق، مع ان في علاقه قويه بين اللون الازرق واللون والسمك. حلو الكلام. شفتوا الكبير لما يقول كلمته؟ يلا يا عمي زي الفل، ودي خليها بره خالص مش هتشوفها تاني، وناخد السمكه الحلوه كده بنت معانا زي الفل. كل ده نجتهد ونسعى علشان الصوره الحلوه. السمكه هنا جاهزه، ابدا السمكه الحلوه دي يا عم الشيف. اجي كده هنا، ركزي بقى عشان التفاصيل دي اهو. سمكه كبيره بالحجم ده كده، جوزك صياد ابنك صياد، بتروحي تجيب السمك تشتريه من الحلقه بالشكل ده كده. السمكه كده شفت الفتحات بتاعتها، شفت لحم السمك من جوه الحمار ده كده، بص على الحلاوه دي كده. هو ده هو ده هو ده عينيا اهو اهو. شفت الحمار ده كده؟ بص بص على الجزله، بص على الجزله اهي اهي اهي. وبرده نفصل دي هنا كده اهو. ركزي معايا على التفاصيل بقى اهو. ناخد الخلطه دي يا عم الشيف ونحط هنا كده. يا ويلي ايه الابداع ده يا شيف، جت منين الخلطه دي تاني؟ حبايبي اللي بيتابعوني دلوقتي، عشان نعمل اي سمكه حجمها كبير مش لازم تكون البغبغاء او نوع السمك، تمشي مع القاروص، تمشي مع الوقار، مع اللوت، اي انت قشر بياض هامور زي ما انت عايزه. السمكه هنا زي الفل قاعده ومرتاحه ومتهنيه درجه حراره الفرن عندي 180، حلو قوي بالشكل ده كده. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد بعضينا دلوقتي ونمسك السمكه اللطيفه دي، نشيلها بالراحه كده مع شويه زيت زيتون هنا بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. يلا يا حلوه مخرجنا الجميل المبدع، صل على الحبيب قلبك يطيب. الله افتحي كده زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ هناخد بعضينا وندخل دي الفرن يا عم الشيف زي ما هي كده، ونحتفظ بالخلطه دي نحطها هنا كده، مش هنغطيها دي، ما ينفعش نغطيها، هنخليها زي ما هي.
لو السمكة أكبر من كده هسة بنغطيها. درجة حرارة الفرن عندي هنا 180 ولازم تنزل على صينية سخنة بالشكل ده كده. كل اللي أنا هعمله دلوقتي باخد شيشاء من البوكي جارنيه بتاعنا عشان نتيجة تطاير البخار بالشكل ده كده، ونحطهم هنا كده جنب السمكة. الله. ونفتح الفرن يا عم الشيف، وندخل السمكة دي في الفرن يا عم الشيف، ونسيبها ايه تذبح مع نفسها. يلا يا حلوة تعالي. هو ده، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا درجة حرارة الفرن عندي 180، دي مكانها هنا. الله. بص على السمكة الحلوة في الفرن، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. ناخد بعضينا ونطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف طريقة سهلة وبسيطة لسلق الكابوريا، ونستغل الكابوريا بان هي اليود بتاعها وطعم الكابوريا وعظم الكابوريا في شوية شوربة حلوين تبقى ازقز كابوريا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل سلق الكابوريا. حلوة كابوريا بقى وزنها تقيل شوية، كابوريا خفيفة، أيا كان نوع الكابوريا، الكابوريا من فصيلة القشريات في البحر. جمبري، استاكوزا، بلح البحر، جندفلي، كابوريا، دي فصيلة عيلة القشريات. في عيلة القشريات التعامل معاها بيكون بحذر شوية عشان أستفيد باليود اللي موجود جوه القشريات. وسبحان الله القشريات مفيش منها مزارع، يعني ما سمعناش يقول لك كابوريا مزارع، ما سمعناش يقول لك استاكوزا مزارع، ما سمعناش جمبري مزارع فيه، اما الكابوريا لسه. فالكابوريا تشوف نعملها مع بعض ازاي، مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. المقادير على الشاشه، المقادير على الشاشه، معانا الكابوريا، معانا كرفس وبصل وثوم، زبده مستردة، فلفل حار، قليل من الطماطم الطازه، وجنزبيل. وجنزبيل، حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اشتريتي كيلو كابوريا، نص كيلو كابوريا، تعمليه ازاي في البيت. اول حاجه باخد قطعه من الجنزبيل عشان اشرب شويه شوربه حلوين، بقشرها كده. واحنا بنقشر الجنزبيل خلونا نقول فرصه حلوه، بما ان الجنزبيل الموسم بتاعه بشوفه عند بتاع الخضار كتير وسعره في متناول الجميع. الجنزبيل من الدرنيات زي البصل زي الثوم، مفيد جدا، بيلعب على حته ان هو بينشط الدورة الدموية مع مشروب القرفة الشهير. حلو الكلام، قرفة بالجنزبيل مشروبي المفضل الصباح أو المساء. باخد الجنزبيل يا عم الشيب بالشكل ده كده، أقطعه ناعم. طب نحفظه إزاي في التلاجة علشان أقدر إن أنا أستفيد بيه طول الموسم أو طول أيام السنة، سواء سعره غلي أو كان رخيص أو أيا كان. بجيبه أفرمه، بحطه ببرطمان أو في مكعبات تلج بتاعة التلاجة وأخزنه، ما تحطيش عليه أي حاجة خالص، هو زي ما هو. وتطلعي مكعب أي حسب استخدامك، تدخليه في حلويات، تدخليه في أكلات زي ما أنت عايز. أدي الجنزبيل جاهز، معانا كرفس بالشكل ده كده. لازم تشربي شوية كابوريا زي ما قال الكتاب. هناخد الكرفس ده كده يتقطع، عروق الكرفس أو جذور الكرفس هي ذات الطعم القوي غير ورق الكرفس، فاستفيدي بعروق الكرفس اذا موجود عندك الكرفس الافرنجي ده، يفضل طبعا، طعمه بيبقى قوي. كرفس الكرفس البلدي اللي احنا عارفينه اللي شبه الكزبره بتبقى ورقته اخضر اللون، فاتحه اللون. الكزبره بتبقى لونها خضار غامق، اما الكرفس بيبقى خضار فاتح. البقدونس بيبقى خضار غامق. الحاجات دي كلها لازم نعرفها. اشتري صح. معانا عود روزماري بالشكل ده كده، بناخد الورق بتاعه. اللهم صل على النبي. كده بنحضر شويه خضار، هنحمرهم دلوقتي في شويه زيت عشان ناخد الفليفر بتاعها غير الخضار التاني اللي هو الفلفل والبصل اللي معانا. خلي بالك الموضوع مهم جدا. ده كرفس، روزماري، وجنزبيل، وفص توم. عندنا زيت الزيتون في طاسه شديده الحراره. انا دلوقتي بعمل شويه شوربه من الكابوريا.
كابوريا مسلوقة، هنشرب الشوربة بتاعتها وأزقز كابوريا زي ما قال الفتى الأسمر أحمد زكي رحمة الله عليه. حلو الكلام؟ أه. زيت زيتون، بحط بزيت الزيتون ده يا عم الشيف الكرفس مع الروزماري مع التوم مع جنزبيل، العب هو ده. أه. يلا مع السلامة. حلو أوي. نبدأ نقلبهم ونخليهم على النار شوية. طبعا تنظيم وقتك والطريقة اللي أنا شغال بيها في المطبخ لما نكون بنعمل سمك بالذات، شفنا السمكة هتاخد وقت كبير، بدأنا حطيناها في الفرن سيبناها عشان تستوي، وإحنا شغالين في المطبخ بنعمل التفاصيل التانية اللي هي شوربة الكابوريا عشان دي طبعا لازم نحطها على النار ونسيبها إيه تعيش مع نفسها. هنا بدأ الكرفس مع الجنزبيل مع التوم يديني فليفر وطعم تاني خالص. أبدأ أنزل بالخضار الحلو ده كده، فلفل أخضر أحمر أصفر بصلاية حلوة، كل دول معانا. حلو الكلام. نبدأ البصلاية دي نقطعها بالشكل ده كده، عايز شوية خضار حلوين بما إن إحنا بنعمل صينية كابوريا أو الكابوريا مسلوقة. الخضار هنا بياخد طعم اليود بالتأكيد، بيكون له طعم تاني. الناس اللي هي الفيجيتيريان اللي بتحب الخضار، الفلفل أنا أحب أقطعه كده، مش مطلوب منك تقطعيه أنت زي كده عشان ممكن تعوري ايدك، دي طريقه سريعه شويه بتغنيكي عن الكبه. عرفت تعمليها اهلا وسهلا. اهو بنعمل هرم من الفلفل كده ونجيب السكينه بتاعتنا. اهو اللهم صل على النبي. السكينه دي ما تنفعش في التقطيع، لازم تكون سكينه عارضه. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد الخضار بتاعنا ده كده، تغنيك عن الكبة وتغنيك عنك انت تستفيدي بالخضار والسوائل بتاعته، لان لما بنضرب الخضار في كبة في كمية من السوائل بتاعته الخضار بنفتقد. ادي الفلفل كده اتقطع معانا بالشكل ده كده، بناخده زي ما هو كده. نبص على البصلاية والتومة، نبص على الجنزبيل الحلو زي الفل. هو ده، بص على الحلاوة، هو ده هو ده. اه تمام. وننزل كمان بالخضار بتاعنا. الله، زي ما هما كده. هو ده الخضار، اشكاله حلوه، مخرجنا الجميل عيونه حلوه بيحب الالوان دي. كل طبعا الواحد بيلعب في الحته بتاعته عشان الكاميرا الحلوه والصوره الحلوه عينيه. اهو شفت الحلاوه دي كده. هو ده، اسيب اقلبهم كده. العب يا سمك. اه نروق الدنيا عشان الصورة. الكابوريا بقى هتنزل بها امتى يا عم الشيف؟ حلوة أوي الترويقة الحلوة دي كده، وتسيب الحاجة على النار تعيش مع نفسها. عايز شوية شوربة حلوين عشان أول ما انزل بالكابوريا بتاعتي. اللهم صل على النبي. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه المزيج ده؟ من خير أرضنا. فلفلة ملونة موجودة متوفرة في الأسواق، خضار جنزبيل طازة الموسم بتاعه، توم طازة، وسيبك من البودر ده مع السي فود انا مش بحبه الا اذا بتعملي حاجه فرايد مثلا او حاجه كريسبي، استخدمي التوم البودر والبصل بودر مفيش مشكله. نقلب الخضار كده زي الفل. نبدا نحط البهارات بتاعتنا بسيطه، شويه بابريكا حلوين عايزاها سبايسي، قطع قرن فلفل حار، شويه كركم محترمين عشان شويه الشوربه بتوعي، كمون، فلفل اسود وملح، واسيبهم على النار يا عم الشيف مع البوكيه جرنيه بتاعي الحلو ده كده. الله، اهو بص على الحلاوه، بص على الحلاوه شغال ازاي. هو ده. اه اه ده المطبخ. اه اه بس خلاص، ونقلب ده كده مع بعض. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شامم الريحه دي وانت عندك يا شيف؟ بجد لسه هتشم ريحه اليود دلوقتي لما ننزل بالكابوريا في قلب الايه البحر ده من الخضار. اه ونقلب كده ونغطيها، دي لازم نغطيها. حلو قوي. ونجهز الكابوريا مع بعض. يلا نجيب الكابوريا الحلوه بتاعتنا بالشكل ده كده. تشتري الكابوريا من السوق، الكابوريا اللي بيبقى وزنها تقيل شويه وانت ماسكاها بايدك. طب اعرفها ازاي يا مغازي؟ حلو قوي، اقول لك على طريقه حلوه قوي سهله وبسيطه
وتريحك في انك انت تاخدي كابوريا فاضيه او مليانه، تروحي عند السماك تقفي على فرش السمك او حلقه السمك، تعملي ايه يا ست الكل؟ تمسكي حبيتين كابوريا في ايدك، شفيق مخرجنا، تمسكي حبيتين كابوريا في ايدك، اه وليكن دول مثلا. انا مش هقول لك بقى تفتحي الكابوريا تقولي له دي مثلا مليانه دي صبحه مش صبحه، الكابوريا من القشريات لما بتتخزن في الديب فريزر وقت كبير، الكابوريا لما بتتخزن في الديب فريزر وقت كبير بتنشف اللحم جواها فبيخف وزنها، المعلومه غير معلومه. تخزين الكابوريا اكتر من 15 يوم في قلب الديب فريزر بينشف اللحم جواها وتبقى عظم وبس، اللحم بيبقى قليل جواها. الكابوريا معايا اعرفها ازاي؟ باخد كابوريتين في ايدي، التقيله اخدها والخفيفه اخد واحده تانية معاها، التقيله اخدها ممكن تبقى تقيله اتقل من ديت وهكذا لغايه لما تنقي حبتين الكابوريا اللي انت عايزاهم او الثلاثه او الاربعه. تاني تمسكي حبتين كابوريا في ايدك، الكابوريا التقيله اللي تحس ان هي ايدك، اه حاضر اهو عارف كده قول له اهو، طيب تحس ان الكابوريا اليمين او الشمال ايدك تقيله فيها بتاخديها، الخفيفه خلاها في ايدك، خدي واحده تانية وبدلي عشان تبقى موضوع الايه التوازن في الايد، لقيت الكابوريا التقيله خدها وهكذا لغايه لما تاخدي كميه الكابوريا بتاعتك. حلو الكلام؟ نبص بقى على الخليط الحلو ده كده، اه بص على الحلاوه، هو ده شفت الحلاوه هنا زي الفل. ناخد الكابوريا نغطسها بقى، عومي يا كابوريا، اه عومي يا كابوريا زي ما هي كده اهي، الله تنزل بقى على بطنها على ظهرها زي ما احنا عايزين، ده سلق الكابوريا. اه هتاخد شويه شوربه زي ما قال المغازي مش الكتاب، لان الكلام ده مش في كتاب، اه العلم في الراس مش في الكراس يا شفيق. اه قرن الفلفل الحار ده وخليه سليم كده قدام عينك علشان الاولاد لو مش بيحبوا الحار، ونقلبها مع بعض. سلق الكابوريا استوى بقى كيلو زي الفل، سلقناها بقى عملناها جراتان. عايزه تجودي في الموضوع وتاخدي الكابوريا بعد سلقها تشيل الكفر بتاعها وتاخدي اللحم بتاعها تعملها جراتان، دي مدرسه تانيه خالص. ولكن الكابوريا من القشريات اول ما بتشم ريحه النار قبل ما اطلع الفصل مخرجنا الجميل، بالله عليك يا شيخ جيب لي لون الكابوريا لما اتغير بقى لون فوسفوري. اه شفت الكابوريا بدا لونها يتغير ازاي؟ اه 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 انا عارف انك بتحب ده اهو، اه اه شفت هو ده الكابوريا. يا ويلي عايز تخطص انت معاه جوه، اه اه مش هتشوف لون الكابوريا خالص. اه حاضر ماشي، تدفع كام قول لي؟ اه اعزمني على جنزبيل. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وازاز كابوريا لو ازازوني ازاز ايه؟ اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، حبيت تشوفوا ايه اللي بدأنا بيه الحلقة؟ معانا سمكة في الفرن، المسمى بتاعها بغبغاء او حريت عشان تبقوا عارفين برضو المصطلحات دي، هي فصيلة الناجل او المرجان نفس اللحم، لون اللحم بتاعها نفس لون لحم المرجان او الناجل. بص على الفرن وشوف الابداع الطهوي، ايه الجمال والحلاوة دي؟ فخدة ضاني في الفرن، ايه ده؟ ايه الجزلة البيضة الحلوة اللي مغلفة بخبرة طهوية من التوابل الغلابة؟ آه طلع الكابوريا عينيا، حاضر اهو العب، اه ودي الكابوريا بتاعتي زي الفل، اقلب لك الكابوريا اهو. السمكه استوت لسه، سيبها كمان خمس دقايق عشان نضمن ان التسويه ما بين السلسله بتاعتها استوت. اذا وزن السمكه معايا بالشكل ده كده اهو، كابوريا لونها اتغير ما بتاخدش وقت كبير، هتشربي شويه شوربه كابوريا وتسيب الكابوريا للاولاد يأزأزوها. اهو الكابوريا دي عايزه صبر شويه في الاكل، وبتعلمنا الصبر الكابوريا غير الجمبري بنشيل راسه وديله وناكل على طول، الكابوريا بالذات تعلمنا الصبر على السفره. ايوه يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ابداع. شفت الجزله اللي فوق دي تشيلها بالشوكه والسكينه كده، وهم هم 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 عايزين ناكل. طيب نقفل الفرن شويه، بس خلينا اعمل حاجه لطيفه كده قبل ما نقفل الفرن، اخد قليل من الزبده وادخلها كده بايديا والنار ما بتحرقش مؤمن، اه واحطها كده بالشكل ده كده، مطلوب منك تعملي ده انت تطلعها من الفرن. حلو. الزبده دي تسيح وهقول لك هنعمل ايه في الاخر،
بعد الصينيه دي ما تطلع من الفرن. كلام مش هقوله دلوقتي. اه بص بس الخبره الطويله هنا، خلي الزبده تسيح. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايش فيك الكلام الحلو ده؟ هو ده الزبده دي هتسيح ما بين لحم السمكه، هتنزل نسيج، هينزل بيون. البيون ده نشوفها نعرف نعمل بيه دلوقتي حالا. نقفل. طيب حاضر. يا ويلي يا ويلي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. المخرج عايز يسيب الاخراج ويجي الاستوديو معايا. ما تيجي معايا يا شفيق مره، خلي الناس تشوفك. ما تشوف الكابوريا دي يا عم الحاج خلاص. انا يلا يا ويلي خلاص. الكابوريا عايزين نغرف بصراحه زي الفل. حاضر عيني. نقفل الفرن خلاص. يلا حلو قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلع الكابوريا دي كده ونشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طب هقول لك على حاجه استاذ رحاب، بعد اذنك عايزين نشوف مقادير طاجن السمك بالفريك، والفريك بيحب الشريك، بس اذا مع سمك حلو زي القاروص زي اللوت نعرف نعمله، زي البولت بتاعنا من خير مزارعنا اللي بنصدره للدنيا كلها، مفيش مشكله. طاسة على النار شديده الحراره، ومعانا سمك جزل ايا كان نوع الجزل اللي معايا ده، سمك جزل قاروص، معايا بصل اخضر حلو قوي، بصل اخضر، والبصل الاخضر مع الفريك حكايه. حلو، نفرم البصل الاخضر ده بالسكينه. معانا الفريك اللي دايما محددين شخصيته مع جوز حمام وبس، او مع فرخه صغيره وبس، انما مع سمك لسه ما شفناش الكلام ده. طاجن الفريك بالسمك. طب اي نوع سمك يتعمل يا شيف؟ اي نوع سمك يبقى الشوك فيه او الحسك قليل عشان الاطفال اللي هياكلوا منه، مع ان انا بحبه بالسمك البولت بتاعنا بيبقى لطيف وجميل وزي الفل. ده بصل اخضر مع بصلية ناعمة من البصل بتاعنا العادي الابيض، فص توم حلو قوي يا عم الشيف. طاسة شديدة الحرارة، نبص عليها كده زي الفل. هناخد السمك زي ما هو كده، نعمل له الصدمة النارية. الله، انا عايز ده، هو ده. ده ما بياخدش وقت كبير، اهم حاجة الفريك عندك بتكوني غسلتيه ونعتيه في شوية مية سخنين، لان النسبة وتناسب تسوية الفريك مع السمك بتبقى طبعا ايه قليلة، يعني الفريك بياخد وقت كتير في السوى، السمك وقت قليل جدا عكس الحمام عكس الفراخ. طب اعمل ايه يا مغازي؟ الفريك ده يتحط في ميه سخنه بشويه قرفه حلوين وملح وفلفل، ونسيبه شويه وبعدين نصفيه، تلاقي الفريك عندك جاهز كده للاكل. هناخد شويه بهارات على الخلطه اللي انا عملتها، اللي هي بصل اخضر، بصل عادي، وتوم، ونحط البهارات بتاعتنا العاديه اهي، فلفل وملح زي الفل. تمام. الله الله الله، وشوية زعتر كمان. ريحة السمك بدأت تظهر. عايزة تعرفي السمك ده طازة ولا مش طازة ازاي؟ عايزة تعرفي اتضحك عليكي في حالة السمك ولا ما اتضحكش عليك ازاي؟ أقول لك على كلام في سرك. دايما اتعاملي مع السمكة قليلة التوابل، يعني ما تكتريش فيها توابل زي اللي أنا عملته دلوقتي. حطيت السمكة في النار في الزيت من غير توابل. بدأت ريحة السمكة تبان، لو هي بايظة هتبان، لو هي وحشة هتبان. جيب لي جمال السمك كده بعد ما اقلبه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ احنا بنستنى النهارده. شفت اللون بتاع السمك؟ هو ده. ده من غير توابل خالص، ما فيهوش اي حاجه خالص، خلي بالك. زي ما هو كده. ناخد الخضار اللي عملناه ده كده بايدينا. الله على الريحه الحلوه. شفت شويه الخضره دول؟ زي ما انا شغال كده. بصل اخضر، توم، كزبرة، شبت، بهاراتنا، معانا الفريك الحلو بتاعنا ده كتير، ناخد دول كفاية ونقلب دول فيهم. مدرسة مدرسة فولاذية مغازية. فريك يا ويلي يا ويلي، الفريك يتاكل كده والله. يلا بينا يلا بينا، زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. ونيجي هنا يا ويلي يا ويلي يا ابو غز، وناخد ده كده هنا. يلا العب، هو ده العب.
لسه ما خلصتش. ناخد بعضينا ونشيل كل حاجه من هنا عشان خلصنا شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد معانا بوكيه جرنيه اللي موجود معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا يلا بينا. هو ده هو ده هو ده هو ده. شوف بالله عليك بالله عليك بتشوف الكلام ده؟ شوف الجمال ده. هو ده. نسيبه كده يغلى على النار. مش هقلبها ولا اجي جنبها، زي ما هي كده هغطيها زي ما هي عشان السمك تبقى بشخصيته. خلي بالك. اه نغطيها ولا ما نغطاش؟ غطيها وامسح حوالين البوتاجاز. حبيبي انا بقراك قبل ما تتكلم. تعالوا مع بعض نغرف الكابوريا بتاعتنا ونشوف الكابوريا الجميله الحلوه اللي في قلب الطاسه مع تفاصيلها. نقزقزها ازاي؟ ناكلها ازاي؟ ده موضوع كبير. اه بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا كابوريا. الله. لا انا عايزك تبص بقى تخش على التفاصيل وتشوف الكابوريا الجميله الحلوه دي كده. اهو ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ هو ده. كلنا محددين الكابوريا ناكلها مشويه ناكلها صينيه، ما فكرناش نشرب شويه شوربه حلوين نتيجه سلق الكابوريا. مدرسه المغازي بتقول ايه في سلق الكابوريا؟ كرفس، جنزبيل، بصل، ثوم، كزبره. الله. في طريقتين هنا بقى لو تسمعي كلامي انت كسبانه. الطريقه الاولى الخليط ده ممكن ينضرب يبرد وينضرب في الخلاط وتشربيه كده كوبايه حلوه وتقدميه على السفره بتاعتك تبقى شوربه كابوريا. الطريقه الثانيه بتسقطيه على وش كابوريا بالشكل ده كده. تاني المعلومه دي عشان دي مهمه جدا. في طريقتين ان انا اقدم بيهم الكابوريا دي. الطريقه الاولى ان انا اخد الخليط بتاع اللي انا معايا ده كده واضربه في الخلاط بعد ما يبرد شويه. حلو الكلام؟ ويبقى عندنا مشروب لطيف وجميل اللي هي كاسات شوربه الكابوريا. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت عايز ايه مخرجنا الجميل؟ ننزل بده كده. اه لازم تشرب الشوربه دي بعد ما تخلص. صينيه كابوريا سميها، كابوريا مسلوقه سميها. يا ويل. كابوريا غرقانه عايمه في بحر من الفسفور، في بئر من الفسفور. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ هناخدها زي ما هي كده ونقدمها لحضراتكم بألف هنا وشفا. وتعالوا نطلع السمكه بتاعتنا من الفرن والتركايه بتاعت البوغازي ليه حط الزبده على السمكه في الفرن. كده؟ اه حبيبي. طيب. الدنيا حلوه؟ عيونك الحلوه شايفه حاجه حلوه؟ اه تمام. تمام. تعالوا مع بعض نطلع السمكه من الفرن. حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. للسله احنا ورانا حاجه؟ احنا بنيجي فسحه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ تشوفها في الفرن ولا تشوفها بره الفرن يا غالي؟ حبيب هارتي. اه 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 هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده. لسه ما خلصتش. خلي بالك ده في تريكايه دلوقتي تساوي مليون جنيه. بجد اللي انا هقوله دلوقتي كلام طهوي علمي. والخبره الطهويه مش من فراغ. عايز طاسه 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 والمغازي جاب الخلاصه. حط الطاسه دي كده هنا. حلو عشان عايز اعمل تركايه حلوه قوي. احنا ما ورناش حاجه، احنا معانا وقت وبنتدلع. هعمل ايه دلوقتي؟
هاخد البهريز اللي نزل من السمكة نتيجة تفاعل الزبدة مع الخلطة الفولاذية اللي أنا بدأت بيها مع السمكة، كرفس، ثوم، بصل، فلفل حار، كل ده. فمعايا هنا مزيج من الخليط نازل جنب السمكة، صلصة ذهبية عايز استفيد بيها. في حاجتين، يا اما اخد الخليط ده اعمل شوية رز صيادية ويبقى كده خلص الكلام وجبنا من الاخر، يا اما اخد البهريز ده كله واعمل شوية مكرونة سيفود يبقى خلص الكلام وجبنا من الاخر، يا اما اخد البهريز ده كله واعمل صينية سمك بالبطاطس ويبقى كده خلص الكلام وجبنا من الاخر، يا اما نعمل التركان المغازة يعملها دلوقتي حالا واحنا مع بعض. طاسة على النار، حلو قوي، مكعب من الزبدة. هعمل حاجة كده شبيهة للوايت صوص بس بتتكلم مصري. مكعب من الزبدة، قليل من الدقيق، يعني معلقة تقريبا. بس خلاص، حلو، ونقلبهم كده. احنا مخلصين البرغل الفريك عندنا في النار وخلاص. نقلب كده الدقيق مع الزبدة لغاية لما الزبدة تتعرف على الدقيق والدقيق يتعرف على الزبدة ويسيحوا مع بعض بالشكل ده كده. يلا هنسيب كل حاجة وناكل الصوص ده ونغمس الصوص ده ونتدلع مع الصوص ده. هسيب الزبدة كده. ايه اخبار الفريك كده؟ ما تبص على الحلاوة دي يا شفيق، ما تبص على الزلزال اللي في الحلة دي. ليه ما اديتش للسمك ده حقه؟ شوف السمك، بص على السمك، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده السمك. اهو اهو اهو، يا ويلي، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، اهو 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 اهو، شوف الابداع الطاوي. عايز كمان؟ حلو، نرجع تاني للموضوع ده. الزبده تسيح، ما ننزلش بالبهريز بتاعنا غير لما نتاكد ان الزبده ساحت مع الدقيق وبدا يبقى فليفر حلو. زي ما انا شغال كده. نيجي على قريب النار كده. يلا بينا يلا بينا. شفت التركايه دي مهمه جدا، خلي بالك. ايه اللي بتنزل بده؟ ده فلفل اسود مجروش، حلو قوي. يلا بينا ناخد البهريز اللي معانا ده كده. اللهم صل على النبي، صل على الحبيب، قلبك يطيب يا غالي. شوف الحلاوة دي، شوف الحلاوة دي. يا ويلي يا ويلي اللي ياكل من الصلصة دي، هيدي ايه للعمر كله. خلص الكلام. بص على السمكة وهي بقى ايه مستنية. الله، ايه الحلاوة دي يا شيف، ايه الجمال ده يا شيف، ايه الجمال ده يا شيف. لسه ما خلصتش. ناخد السرفيس حلو كده ونغرف السمكة بتاعتنا هنا كده. اللهم صل على النبي. زي الفل، تمام، نعمة. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوة، كنت فين من زمان يا حلوة؟ كنت فين؟ الله، زي ما هي كده، ما تعمليش فيها حاجة، حطها هنا بس كده عشان انت ايه عظميها السمكة الحلوة دي كده. الله، انا عارف السمكة دي عجباك، انت سايب كل حاجة ومركز مع التفاصيل بتاع لحم السمكة. امال لما تشوف اللي هينزل على لحم السمكة ده هتعمل ايه؟ لا دي حاجة جامدة قوي. خدها اهي، دي عايزها عايزها اهي اهي، اشيلها من هنا احطها هنا. العب. نقلب الصلصة دي كده. يلا بينا يلا بينا على بلد المحبوب. دلعني بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، تقول لي تسلم ايدك يا شيخ، بالله عليك. هو ده فص السمكة ده، يتغمس ويتغلب بالبهريز ده كده.
دي فيها خبره طاويه، خبره السنين كام سنه مش هقول لكم. زي ما عملنا كده نغرف الفريك بتاعنا جاهز. خرجنا عايز نروق عليها. ألف هنا وشايفها اللي ياكل منها، صحتين على قلبه اللي ياكل منها. نغرف الفريك بتاعنا عشان وقتنا خلص والكلام الحلو خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الفريك جاهز؟ طبعا جاهز. ناخد الفريك ده كده. الله، بص على الحلاوه بقى، بشوف السمك بقى، السمك اهو نازل سليم ازاي. اهو ده، اهو ده ايه السمك اللي اتعمل طاجن. زي ما قلت في بدايه الحلقه، ممكن البولت بتاعنا خير ما زرعنا يبقى لطيف وجميل. الحبه نص كيلو او كيلو الا ربع، 700 جرام ماشي. كمان الف هنا وشفا. التفاصيل مع المغازي، التفاصيل في الطاسه، وجبنا الخلاصه. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. عملت ايه يا شيف؟ بدات طبعا بسمكه لطيفه جميله، فصيله الناجل والمرجان، اسمها البغبغاء او الحريت، بتسمى حسب المكان اللي هي فيه. تبلناها بخبره طهويه بالتتبيله اللي شفناها مع بعض، وبعدين قطعنا السمكه بشكل طهوي علمي علشان التتبيله تخش جوه لحم السمكه اللي هو ممكن يكون قاسي. وفي نفس الوقت دخلتها الفرن في درجه حراره 180، خدت البهريز اللي نزل منها مع خبره طهويه، وجودت شويه لان معايا وقت مخرجنا كريم، ونزلت بيه على جسم السمكه كده، توجتها بالحب والايه والجمال. معانا كابوريا وازاز كابوريا، لو ازازوني يا ازاز ايه. ومعانا سمكه جميله لطيفه قطعناها جزل عملناها بالفريك، وقال ايه الفريك ما يحب الشريك، بس مع سمكه حلوه يقول لك عديها المره دي. يعني نقول رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.